أو بلاش لم يفهم، لكنه لم يلتفت إلى أن القرآن الكريم قال عن أصحاب الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. وهم أموات أيضا، بعد ما ماتوا الموتى التي يعني هم ناموا في الكهف سنين عددا، ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى ووجدوا الوضع غير الوضع، ثم ماتوا بعد ذلك الناس بعد موتهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. بعض العلماء المفسرين يقال يستحب بناء المسجد على القبر لدلالة هذه الآية. طيب كيف توفق بين هذا الكلام وبين الحديث: لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ لا، ليس هناك إشكال في التوفيق.